السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جايين بقى هنجمع البيض ونعلف الطيور وهنعمل حاجات كتير هنا إن شاء الله كده النهاردة. زي ما انتم شايفين هنبدأ إن احنا نعلفهم علفة كويسة كده، وبعد العلفة نبدأ إن احنا نخضر لهم الخضرة، وهنشوف مع بعض أحلى منظر بإذن الله في المكان ده. يلا كده يا جماعة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو. يلا بينا كده نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه إيه. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، انا النهارده بقى يعني قلت كده اجي اذبح فراخ شامورت من اللي انتم شايفينها ديت. ده طبعا الفراخ اللي هي اللي عامله زي الساسو، الناس كلها فاكره ان دي ساسو ودي مش ساسو. طبعا بلاقي في ناس كتير يقول يا مشماء الفراخ دي ساسو، لا يا جماعه الفراخ دي مش ساسو. ده طبعا كنا بنقول ده جيل تاني، ده يعني ايه الدرجه اللي بعد الساسو، ده اللي بعد الساسو على طول. انا النهارده جايه اذبح منها كده، وقلت اذبح منها يعني طازه. احنا عندنا فراخ في الثلاجه، الفراخ البيضه اللي احنا بنربيها مع بعض ديت، بس انا قلت اجي اذبح من الفراخ ديت على اساس ان انا ايه يعني بحب اذبحهم وهم شامورت كده. فان شاء الله طبعا انا هسيب منهم للبيض وهنذبح برضو منهم، يعني مش هنحرم نفسنا ولا حاجه. تمام، فقلت كده وانا جايه النهارده يعني بالمره بقى الم البيض ونذبح ونشوف هنا المكان عايز ايه. وزي ما انتم شايفين انا كنت عامله لهم كده شويه ايه فرمه توم بصل ليمون، علشان طبعا العدوى والشطه والحاجات ديت حاجه ترفع المناعه. طبعا انا كنت محصنه، وانا قلت لكم يا جماعه انا محصنه، ويمكن الحمد لله اول سنه يمكن بصراحه والله يا جماعه يعني انتم مش غرب، انتم طبعا بتشوفوا معايا كل حاجه وبنطلع نشوف كل حاجه مع بعض وبنقول على كل حاجه. يمكن اول سنه السنه دي الحمد لله الشطه تبعد عننا، فاحنا كده عايزينها تعدي على خير. وكل ما باجي هنا طبعا افرم شويه توم بصل وليمون كده وعليهم شويه خل، واقوم حاطهم لهم في الميه وفي الاكل، وياكلوا بقى حاجه ترفع المناعه بتاعتهم وزي مضاد حيوي طبيعي كده. بس نصيحه مني بجد يا جماعه، يعني بامانه الناس اللي محصنتش تحصن، يعني حتى يعني الناس اللي هتقول طب ينفع احصن دلوقتي ومش ينفع تحصني، طالما الفراخ لسه عندك سليمه حصني، نصيحه مني حصنوا. طبعا مش بعد يعني علشان عيبوها مثلا ممكن تجيبها بعشرة جنيه او بخمستاشر جنيه، عشان ما تجيبهاش ممكن تضيع يعني السطح كله عندك. طالما انت انا ذات نفسي انا كنت بكسل، يعني كنت كل سنة بكسل واقول ماشية بالبركة وخلاص، وما كنتش بحصن ولا بعمل اي حاجة وكانت ماشية. بس الحمد لله يمكن ناس كتير حصل عندها الشوطة، واحنا الحمد لله يعني الموضوع عد. تمام، يلا كده يا جماعة حطوا لايك وتعالوا نجمع البيض مع بعض. دلوقتي بقى يا جماعه هنخش نشوف البيض اللي احنا ان شاء الله هنجمعه، لان طبعا بقالي فتره ما جمعتوش. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لسه هنا في فرخه نايمه اهي، لسه بقيناها بالبيض. هي مش عايزه تقوم، هي شكلها ترقد ولا ايه؟ شكلها ترقد. مكسرين هنا بيضة اهوت، واحدة مكسورة اهي، نحطها على جنب علشان ما تتفدهش مع البيض. سيب واحدة صغيرة هنا بقى رقوبة، هما شكلهم واكلين برضو بيضة هنا في صفارة اهوت. يا اما واكلينه يا اما بقى في واحدة اتكسرت زي دي كده واتفقشت. هنسيب لهم رقبة هنا في قلب المكان، وتعالوا بقى يلا نشوف المكان اللي هما كانوا متوهين فيه اللي هو على العش. هي دي شكلها كده اصلا عايزة تنام، لانها شوف نايمة ازاي، هي رقة كده على طول. هنا طبعا برضو المكان اللي هما كانوا بيضين فيه اللي كانوا متوهين بقى، وانا كنت وريتهولكم قبل كده وقلتلكم سبحان الله يعني المكان ده ما كانش يخطر على بال حد. فحاولت ان انا اسيب لهم برضو رقبة هنا علشان يبيضوا عليها على طول. بسم الله ما شاء الله برضو كسرين واحدة اهي، اهي بصوا هي برضو ايه متفدغة هنا، يبقى هما هنا اتنين مكسورين اهمت. نحطهم كده على جنب، نحطهم على جنب دلوقتي، لانهم لو انا حطيت عليهم البيض هي
ممكن برضو يكونوا متوهين في مكان تاني، لان البيض النهارده لقيته قليل شويه، فاكيد طبعا ممكن يكون متوهين على العشه التانيه ديت، هي اللي لسه ما طلعتهاش خالص. فان شاء الله هحاول برضو اجي فيهم كده واطلعها، وباذن الله برضو اكيد هلاقيها اعلى ان شاء الله. هنسيب هنا برضو واحدة كده الرقوبة برضو يجدوا عليها علشان ما يتوهوش. ده كده يا جماعة جمعنا اللي هو هنا، هنروح برضو نشوف ورا هناك كده برضو مطرح ما كانوا بيضين هناك ورا خالص، هنشوف برضو كده، نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف لو في حاجة برضو هنجيبها. كده خلاص جبنا اللي كان ورا خالص، بسم الله ما شاء الله يعني لمينا برضو شويه حلوين، فاكيد اكيد بقى هنلاقي فوق هنا، بس مش النهارده، لان بصراحه مش فاضيه ان انا يعني اطلع وادور، لا هي باذن الله هيبقى في برضو يوم كده ان احنا نشوف هنا المكان زي ما شفنا هنا برضو هنلاقي، بس هنروح برضو على البوكس اللي هناك دوت المكان اللي هو كان متوهين فيه، ممكن مكان فيه. تعالوا بقى نقول بسم الله يا جماعه كده ونشوف المكان اللي هم عملوه جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، وبعدين في قلب البوكس شايفين هما سابوا البوكس اللي هناك، وهنطلع برده فوق البوكس اللي هناك ونشوف برده لو في اي حاجه هنا. بسم الله ما شاء الله اهوت، هنسيب لهم برده، هنسيب لهم واحده هنا برده في اي مكان هيقعدوا فيه، هنسيب لهم فيه واحده برده. برده كسرين واحده، بصوا اهي مفدوغه مفدوغه، ليه ما اعرفش، مش عارفه في ايه بالظبط، كل مكان الموا منه بيضة، بس الاقي فيه بيضة مفضوغة وبيضة مكسورة، في ايه مش عارفة. حطها على الوش كده علشان ما اهي، بصوا اهي، بصوا بقى بيضين فين، هي لسه يا دوبك تقريبا اولكش واحدة لسه تبيض، بس انا هسيبها بقى لان هي واحدة بس اللي على الارض، هسيبها يمكن يبيضوا عليها. ده هنا برضو يا جماعة فوق البوكس هنا، بسم الله ما شاء الله، نفس الاماكن اللي انا كنت صورتها لكم قبل كده وقلت لكم لقيتها متوهين فيها، هما برضو هيها نفس اللي هما بايضين فيه، فانا هسيبها لهم على طول بقى علشان برضو ما يتوهوش، هسيب المكان هنا على طول. كده يا جماعه بقى كده خلاص، بسم الله ما شاء الله، لما انا الحصاله بتاعتنا اهي، ده اللي كان فوق البوكس فوق، إيه سبحان الله، شايفين شايفين البيضه مبزبزه ازاي، شايفين عامله ازاي، سبحان الله. كده بقى بسم الله ما شاء الله، لما انا جرد الحلو اهو، ده كمان مخلوق، لا 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 شايفين عامل ازاي مفلوقة، يبقى احنا عندنا كمان هنا بقى عندنا، لقيت يجي ستة مفلوقين، مش مشكلة حطها فوق الوش كده بقى يتفقشوا. كده يا جماعة بقى خلصنا لمنا الحصالة بتاعتنا من البيض، بسم الله ما شاء الله، وكده خلصنا معاكم الفيديو، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم، متنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.